السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. أما بعد، يوميات زوجة كافرة. قلت لكم في الحلقة الأولى عن إن في واحدة ست طيبة مسلمة بعد ما هداها ربنا لطريق الصواب والصلاح قررت إنها تكتب يعني ذكرياتها مع أيام أما كانت كافرة زي ما هي بتسمي نفسها، أو أيام أما كانت في ضلال. وفي هذه الفترة عملت حاجات مع جوزها كانت مسيئة ليها ساعتها، ولكن أما عقلت عرفت أن الماضي ده كان أخطاء كبيرة منها، وشيرت الموضوع ده في عدة قصص اللي أنا متذكره منه أقوله لكم في هذه الحلقة. الحلقة الأولى كانت بخصوص رمضان والصيام، الحلقة بتاعت النهاردة كان موقف بخصوص القرآن. كان صديقنا معاه مصحف بيحب يقرأ منه وحطه في الدولاب عنده، فجاء في يوم لقى المدام غسلت الشرابات وراحت حطاها فوق المصحف، فراح شايل الشرابات المغسولة وقال لها بصي يعني انتبهي، المصحف ده قرآن مقدس عندي، فياريت ما تحطيش عليه حاجة بعد كده يعني. قالت له انا مش عرفني وما قلتليش ليه وبتاع. لا لا خلاص ما حصلش حاجة، ما تعرفيش خلاص، بس بعد كده يعني القرآن حطه هنا فما تحطيش عليه حاجة. قالت له طب ما تحطه في مكان تاني، انت حطه في الدولاب اصلا ليه؟ ده مكان للهدوء. قال لها ماشي حطه في حتة، راح يحطه فوق الدولاب. قالت له هيتطرب، وكمان فوق الدولاب لازم يبقى نظيف، مش في حاجة حاجة، حطه في مكان تاني، مش ده كتاب حطه في المكتبة. راح ماسك المكتبة لقى مكان وحطه. قالت له لا لا ما تحطوش على الكتب بتاعتي بتاعت المدرسة دي بتاع. بص قعدت تنقيله كده لحد ما حطيت ايه الكتاب في حتة معينة. فالمهم جه بعد كام يوم عايز يقرا في القرآن، فبيقول له انا مش لاقيه، هو انا كنت حاطه هنا. قلت له اه لا انا غيرت مكانه، راحت فاتحه حته تحت كده وراحت مطلعه. قال لها انا مش قلت لك ما تحطيش عليه حاجه؟ قلت له مش كتاب زي بقيه الكتب، انا فكري ما احطش عليه الشرابات. قال لها لا ما تحطيش عليه كتب تانية، لان لا حطاه وفي كام كتاب كده في المكتبه تحت. قال لك يا عم ده هتصدعني في القصه دي. قال لها طب ما تخلي المصحف يعني احطه في المكان اللي يعجبني. قالت له انت هو مكتوب فيه ايه يعني، انت مخبيه عني ليه؟ ما توريني كده، في رسائل مثلا من واحده ولا حاجه، ولا في كلام مش عايز نقراه؟ الله بالعربي عموما مش هتفهمي حاجه. المهم قالت له خلاص اعمل اللي تعمله مش عارف. المهم الراجل قطم في القصه دي وقال لك ايه بلاش اطول عشان هتصدعني. فهي بتقول انا كنت متعصبه زياده عن اللزوم ومش عارفه ليه، يمكن علشان حاسه ان القران ده يعني بياخده مني وقت، مش عايزه يقرا فيه كتير، ما اعرفش ليه كنت كده، الشيطان ركبني مش عايزه يقرا القران عموما، لان بتقول حتى ايه كان يشغل القران، فتروح هي مشغله مثلا ايه حاجه على الموبايل او حاجه في التلفزيون وتعليه، فيقول لها طب انا بقرا القران على فكره، ما يصحش ان حاجه تخش على صوت القران او كده اللي انا مشغله او هو بيقرا قران، بتلخبطيني وانا بقرا مثلا. فتروح قايله له ايه، تقول له لو عايز تقرا طب ما عندك وقت فاضي في الشغل مثلا اقرا شويه، ولو انت قاعد في المترو مثلا اقرا شويه، ليه لازم تقرا في البيت؟ الله عشان ده مكان راحتي يعني اقرا يعني بكيف. قالت له خلاص بالليل واحنا جايين ننام والدنيا هاديه كده والنور مطفي وبتاع، شغل اللمبه كده اللي جنبك واقرا زي ما انت عايز، لا الاضاءه تبقى خفيفه وعيني هتتعب. قالت له يبقى انت اللي مش عايز تقرا بقى. وقالت له على فكره انا سمعت ان في قران ممكن ابلكيشن موجوده في الموبايل، ليه ما بتقراش في الموبايل؟ قال لها النسخه اللي في القران بتتعب لي عيني والاضاءه تبقى في عيني كده، وانا بحب المصحف ده اقرا منه، غير كده ان مش بالتشكيل في الابلكيشن وانا لازم اقرا بالتشكيل. قالت له مش فاهمه اللي انت بتقول فيه ده، بس المهم انا هتفرج على البرنامج او مثلا هعمل الموبايل براحتي وانت شوف لك مكان تاني، مش معقول انا برضو مكان راحتي ما تريحنيش فيه. فعندك بقى قال لك ايه الغم ده بقى بتاع. فبتقول لقيته متضايق ومضغوط ومتعصب، كل ما يجي يمسك القران يقعد يبص عليا يشوفني هشغل الموبايل ولا لا، هشغل التلفزيون ولا لا. فبتقول بقى مرتب مني، فحسيت بتقول خدت الموضوع بالعكس، بدل ما اقول يا ست يا طيبه يا زوجه يا صالحه، لما تلاقيه مرتب كده طب هدئي من روعه وما تشغليش حاجه وقت القران، احترمي ظروفه زي ما هو بيحترم ظروفك في حاجات كتير. تقول لك لا، تقول كان الشيطان كان راكبني وراكب دماغي، الاقيه بيبص لي كده احس هو ماسك القران، القران ده مكتوب فيه حاجات ضدي بتقول عليا كافره، فعلشان كده انا هشغل التلفزيون وهعليه ويعمل اللي يعمله. فالراجل
بتقول اتعود ما بقاش يشتكي. فانا بتقول استغربت، انا قلت بقى هيقوم يصيد بقى اروح انا مديهم له. ففوجئت لقيته بدا يتعود، ياخد له ركن كده في البيت ويقعد يقرا او يشغل القران ويشغله على سماعات على ودنه. فبتقول يعني ايه صعب عليا. فبتقول جيت في يوم وقلت له حلوه حكايه انك تحط سماعات على ودنك دي، وانا برضو بحاول اوطي التلفزيون او اعمل التليفون مش صوته مش عالي يعني وانا بتفرج على حاجات علشان ما ازعجكش، فانت برضو سماعات في ودنك ومع نفسك يعني كويس اللي انت عملته ده، يلا بقى عامله لك حلويات حلوه النهارده. فبتقول يعني ايه لقيت الراجل متقبل الكلمتين الحلوين اللي قلتهم له وخلاص. فبتقول مش اهدى بقى، لا بعد كام يوم رجعت له تاني وقلت له انت ايه حكايتك بقى من ساعة ما اتخانقنا على موضوع القرآن ده والتلفزيون والموبايل وانت كل يوم تقرأ فيه شوية ليه يعني ما بيخلصش؟ فبيقول بصلها ويعني يستغرب هو ايه اللي ما بيخلصش. تقول له يعني الرواية ولا القرآن اللي انت بتقراه ده، يعني لما بيبقى الانجيل عندنا ولا بتاع ده بتقراه بياخد شهر ويخلص شهرين ويخلص. تقول له لكن من ساعة ما اتخانقنا وكأنك بتعند معايا وبتقضي وقت كبير وانت بتقرأ وسايبني، انا باجي من بعد الشغل ببقى فاضيه وعايز اقعد معاك وانت بتقعدش معايا. تقول لها في الوقت اللي بقرا فيه القران حضرتك بتتفرجي على التلفزيون يا ماسكه الموبايل. تقول له ما انت عشان مش فاضيلي. وبتقول دخلنا في الخناقه بالمنظر ده. قال لها طب ماشي بكره مش هقرا قران وانت ما فيش تلفزيون ولا موبايل. فبتقول قلت له ماشي. بتقول تاني يوم حصلت مشكله في المطبخ وبتاع فما عرفتش اغسل الاطباق، فجيت على بالليل وقعدت اغسل الاطباق وبقيت مشغوله فيها. فبتقول بقيت مشغوله عنه وهو قال لها انا اهو ما بعملش حاجه وقعد فاضيله. قالت له بس في الاطباق في المطبخ وبتاع ده بدل ما تساعدني ده مش عارف ايه. قال لها ماشي اساعدك وننظف ونعمل كل حاجه بس خلي بالك ان انا فضيت نفسي عشانك وانت اللي ما قدرتيش تفضي نفسك. تقول له بس ما اقدرش اسيب الاطباق كده لبكره ومش عارف ايه. لا يعني انت تقدري تسيبي جوزك لبكره لكن ما تسيبيش الاطباق لبكره ده مبدا عندك. اوكي ماشي. فبتقول اتعصبت تاني قلت له بص بقى اقرا القران زي ما انت عايز انا بقى اللي مش عايز اقعد معاك. قلت له رحت ايه ضربها له كرسي في الكلوب. قال لحد ما قابلت واحده زميله في الشغل عندها مسلمه وجوزها متدين. قالت لها بصي القران عند المسلمين حاجه مقدسه ما تجيش ناحيتها خالص ولا تتكلمي ولا تتقولي عليها يعني ولا تتدخلي معاها في الوقت اللي بيقرا فيه القران. ده الحمد لله او ده كويس انه راجل متدين لان بتقول لها في ناس مسلمين مش متدينين وهيعذبك قوي. فبتقول واضح ان جوزك راجل طيب فكل ما يتقرب الى الله بقراءه القران هيكون طيب معاكي اكتر. فبتقول طب انا عايز اعرف عايز ترجمه للقران ده اعرف ايه اللي مكتوب عشان انا شاكه لان الكلام ده هو اللي بيعصي عليا. تقول له ما انت كل فالست قالت لها طول ما انت بتعنديه في الحاجات الدينيه طول ما انت فعلا الكلام اللي موجود في القران هيسقط عليك اللي هو الناس اللي بتنهى عبدا اذا صلى بتنهيه مثلا عن كذا بتضايقيه في حاجات دينيه او بتعيقيه ساعتها هيكرهك. فقالت ايه ده جوزي يكرهني عشان دينه؟ لا واكتر من كده كمان عشان كرامته. فالمهم خلصت الحوار بينها وبين صديقتها وروحت البيت وقالت له انا جبت نسخه من القران مترجمه للروسيه. اخر حاجه انت قريتها ايه علشان عايز اتابع معاك عايز افهم الدين ده. فبتقول سبحان الله كانت ايه سوره النور وبتتكلم على الحجاب. فقالت يا نساء المؤمنين ده او يا نساء النبي بتقول يعني ده نساء النبي يلبسوا اللبس اللي هو الحجاب وبتاع ده. بتقول ده يعني واجب عليا انا كمان؟ فقال لها هو المفروض على كل مسلمه. قالت له وانت مسلم وانا مراتك يعني المفروض البس كده؟ بس انت ما قلتليش البس كده. فالمهم قال لها ما انا لو قلت لك هتتخانقي وهتعملي معايا مشاكل. فبتقول من بدايه قراءتي قالوا طبعا في ايات تانية بتقولوا معاني تانية بتقول مش متذكره يعني بتقول في المعاني دي حسيت بان انا ثقافتي الاصليه قريبه قوي للي مكتوب او للي بيتقال او انا مبدئي في الحياه شبه الكلام اللي انا قريتها في الصوره. فبتقول بدات ان انا عايز اقرا اكتر في القران لعلي الاقي حاجات تانية مشابهه. بقول يبقى دينهم بيحرضهم على حاجات كويسه هي الفطره السليمه بتاعتنا كسوفييت او كروس. بتقول ومن هذا المنطلق بدات ان انا ادخل في الدين من معركه القران من معركه قرانيه او معركه على القران فيما بين الزوج والزوجه الى سيده بدات تدخل الاسلام
بنفسها دون دفع من الزوج وبهداية الله سبحانه وتعالى وبمساعدة صديقتها، ربنا بيسبب الأسباب. كانت هي دي نهاية الحلقة بتاعة معركة القرآن من يوميات زوجة كافرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والحلقات كتيرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.